اخر كتاب قريته؟ تعرفش الصراحه اخر كتاب قريته دي ماي جوديرس. عنده الان عنده مده عام ونص هكذاك. لا لا مش ما قريتوش، ليديسيون تاعو كان انجزت. ليديسيون تاعو احنا بالنسبه لنا قراءه ضروريه من اجل القراءه بحكم اسمع كاين ماكله البطن وكاين ماكله العقل. دونك هذه ماكله العقل. اخر كتاب قريته؟ والله اخر كتاب اسمع اخر كتاب قريته هذه هذا والله مشفت عليه يعني اسمح لي حالي يخليك. مون ديرني ليفر مازال ما قريتو كان ليفر، راني نقري غير في بنتي لي ليفر تاع بنتي تاع سو ام شو اون تران دو ليغ مي لي ليفر افيك ال عربيه محمد ديب شهرين. نعم الفقراء نعم واش به اخر كتاب قريته؟ خليني بعد ندوز عليك. اخر كتاب قريته؟ اخر كتاب قريته كتاب قريت على قريته على الماركتينغ. هذه هي عندها قول واحد سمانه. ها اسم الكتاب الوغ لو ماركتينغ دون لا في بوليتيك. ليكريفان شكون؟ ها ليكريفان واحد طلياني مازال ما مازال ما تسمى جي با روتوني اونكور سون سون نو مي سي هي قراءة كما يقولوا باش العبد يزيد شوية في المعلومات تاعو. آخر كتاب قريت على لا مونديزاسيون عندها الأسبوع الفارط لأن كنت في لا كوميسيون دي فينونس هذه المدة ما كنتش فارغ، مي قبلها قريت كتاب على لا مونديزاسيون. الكاتب ديالو كاتب عربي يقولوا له يوسف يوسف خلفاوي. يوسف خلفاوي سي ان دكتور كتب في لا مونديزاسيون اي تو. اخر كتاب اللي قريته هو تاع كتاب ما بيان سور ستافي نورمال. اخر كتاب اللي قريته هو تاع طه حسين العنوان خاطرك صفحته ما كتميتوش. طه حسين عند هذاك واحد تقريبا واحد العامين من هذيك ما زدتش قريت حتى كتاب. اخر كتاب قريته القران الكريم. اخر كتاب قريت دفتر اوراق من دفتر الاحداث للاستاذ دعدو العيش. لا تحزن 40 مصنفا. لا تحزن لفي ابن الجوزي فتعلم القراءات. اصابت الحمى مالك بن الريب فصار شاعر الدنيا. مات ابن ابي ذويب الهذلي فرزاهم بنيابه انصت لها الدهر. لا تحزن العائد القرني. اخر كتاب هو المتعلق بصيف 62 اللي فيه من الحركات الشعبيه والى مؤتمر طرابلس تاع تونس. هذا هو كان اخر كتاب ما كملتهش عنده 3 موا. ما رانيش حاسي ولكن نحصل غير الاحداث التاريخيه التسلسل التاريخي. كاتب الكاتب ماكش عارف عليه شكون كاتب ما على بالك شكون. لا جو مرابيل بلي الكاتب فهمت. هذا عندها واحد 3 شهور كان اثر الانتباه تاعي كنت باغي نعرف التاريخ الجزائري كنت بالصدفه. اخر كتاب تاع كليله ودمنة شريته ما المعرض الكتاب الاخير. كاتب شكون؟ كاتب والله بتاع يا ربي والله غير شنو نقول لك باش فيتش عليه. استنى تشوف باسكو نبدا دائما نبدا ونحبس نبدا ونحبس. الجيري دون لامباس نوتور الجيري ميغري يعني البارح بديت القراءه نسيت اسمه حموش سان ايكونوميست. وي اسم تاع الكاتب نسيته سيغ جو كوا حموش ولا حمادوش سي انكرويابل جي اوبليي سي نوفو اي نوفيل باريسيون دان جون الجيريان ايكونوميست الاخر. اخر كتاب يا ربي يا ربي يا ربي خليل جبران. خليل جبران عندكم اللي قريتو؟ عندي اسبوع مجموعه تاع خليل جبران. شمول الكتاب؟ الكل مجموعه تاعو المجموعه شمول المجموعه والله الاجنحه المتكسره. اخر كتاب والله على ما اظن بعيد. اخر كتاب قريته انت؟ ما فهمتكش. اخر كتاب اخر كتاب قريته؟ اخر كتاب قريته ممكن اخر كتاب قريته اخر قراءه درتها هي قانون الماليه. كتاب مانيش نتكلم على قراءه. اخر كتاب قريته تقصد كتاب ما فهمش. اخر كتاب قريته يخص تاريخ تاع المنطقه تاعنا في طنراس. شكون اللي كتبه؟ كاتب من المنطقه طالب صغير من من, من, من عندنا طالب جامعي من عندنا. الوقت يعني الوقت كما قال رجل كثافه العمل الاعمال الخاصه والاعمال
طبعا واعمل البرلمان واعمل الانسان الخاصه، يعني ما تخليكش باش يعني ما عندكش مجال واسع للقراءه. اخر كتاب قريت في البرلمان؟ كتاب اللي حد الان لما اقرا اي كتاب في البرلمان. كتاب خارج البرلمان؟ اخر كتاب قراته خارج البرلمان والله ما نطلعش يسر بالنسبه لي، احنا ميداننا السياسه. قول لي اخر فلربما محطه عندك في السياسه. اخر كتاب قريته سنتفكر انا وين يسد خالتي 40 مصنفا. لا تحزن، نفي ابن الجوزي فتعلم القراءه، اصابت الحمى مالك بن الريب فصار شاعر الدنيا، مات ابن ابي ذويب الهذل فرزاهم بانياذة انصت لها الدهد. من اللي اخر واحد قريته؟ لا لا قريت تعقائد القرن. حس غائب القرنية تحس سدك. هذا قريته، وقرأت الكتاب في تاع ثورة تحريرية تاع استغفر الله عليك. آخر كتاب قريته، هذا السؤال مفاجئ، كتاب في الاقتصاد، الاقتصاد الكلي. كاتب؟ الكاتب أعوذ بالله، كاتب مازال ما عارش كاتب بالضبط. وش عجبك في هذا الكتاب؟ وش محتوى هذا الكتاب؟ والله المحتوى تاع الكتاب هو يتكلم على التغيرات الاقتصادية والتحولات، وخاصة تغير النظريات، النظريات القديمة اللي هي كانت تسير الاقتصاد، الآن هذه النظريات انقلبت وتغيرت، وصبحت النظريات غير صالحة للاعتماد عليها، فلابد من بروز نظريات أخرى تسير الوضع الدولي الراهن اللي هو موجود الآن. شحال عندك من قريت هذا الكتاب؟ حوالي شهرين. أخي كتاب خيطه، خيط قانون المالية. أنا كتاب أنا عضو في لجنة المالية، خيط قانون المالية. كتاب أخي كتاب خيطه، خيط كتاب على الفلاحة، أنا مختص في الفلاحة، مهندس الفلاحة، خيط على مشاكل تاع الغابات. اللي من الكتاب؟ من الكتاب هذا مؤلف جزائي. اسمه؟ مؤلف دحماني خليفة. العنوان تاع الكتاب؟ العنوان كتاب طوق إنجاح ثورة الغابية خاصة الألب الحلبي، لو بان دالب، لو بان دالب تسمى لو بان دالف، لو بان دالف. الوغ اخر كتاب قريته سي ايسي سيتي، ايسي سيتي فري، مارك ليفي، سي ان رومون دو مارك ليفي. واش عجبك في هذا الكتاب؟ سي ان هيستوار رومانتيك، دونك سي بلوس لو ميستير كو اوتر شوز. اخر كتاب قريته هو قانون الماليه، تابع للمجلس الشعبي الوطني، لانه احنا بصفتنا كنواب الاغلبيه نعطوا الاهميه تاعنا للكتب اللي تابعين للمجلس الشعبي الوطني، صدي قانون الماليه، البرنامج تاع الحكومه، صدي هذا الوقت تاعنا اللي نقدروا نتكلموا عليه. بار هذا القانون الماليه، ما تقراوش كتابات واحد اخرى؟ لا ما نقراوش كتابات واحد اخرى. ها؟ اخر كتاب قريته؟ اش من كتاب؟ كتاب كاش كتاب؟ ليفر. ما قريتش ليفر، عندي مده ما قريتش. شحال هذاك اللي ما قريتش؟ عندي مده كبيره. قريت الدستور. اخر كتاب اللي قريته صافي سارو مونتالوان، عندها بزاف هذه من اللي قريت اخر كتاب، ولكن ما جو مرابيل با، مش متفكر، مش متذكر حتى الان اخر كتاب قريته، لكن سارو مونتالوان. نعم؟ بعيد وقت. لا والله مانيش متذكر الكتاب اللي الله يذكره. اخر كتاب قريته خاص بالعلوم الاسلاميه ولا اللي هو واش كتب؟ غادي نتذكر زين شويه. اخر كتاب قريته هو كتاب الله سبحانه وتعالى، القران الكريم. فاش من اختصاص؟ نعم والله ما نتذكرش مليح، مي قرا ديما. اخر كتاب على الفلاحه، كتاب هو مخصص، موش كتاب ولكن عرض من وزير الفلاحه، قدمونا على اهم النشاطات الفلاحيه ولا اهم الامور اللي دارها في الفلاحه الموسم الماضي، وزاره الفلاحه لكل النواب. انا نقصد كتاب كتاب ها؟ كتاب راني في كتابات عاديه، واليامات هذو مع مذكره حمد طلب الابراهيمي. اخر كتاب على الثوره الجزائريه، كيلاني هذا؟ اهلا كيلاني، ما عنده السمانه اللي فاتت. شكون الكاتب ديالك؟ والله ما العنوان تاع الكتاب. على من يتكلم؟ كيف قلت لك على الثوره؟ على الثوره. قلت لك والله ما سمع
دكتور دكتور يبقى البروبلم ما ديرش سنة نذكر حضاكم. واش من الكتاب اللي تقراه؟ ها؟ واش من الكتاب اللي تقراه؟ وشحال آخر كتاب قريته؟ آخر كتاب قريته؟ ما قريت حتى كتاب. قريتش. آخر كتاب قريته هو تاع طاهر الزبيري حول المأساة وحول بعض المشاكل تاع الثورة وبعض الإنجازات كذلك وبعض الرفاق تاعو. كتاب تاع الثورة وأنا شغوف وعندي خربشات في الكتابة هكا في التاريخ. خاصة تاريخ منطقة غيليزان، ولهذا هذا الكتاب آخر كتاب اللي قريته. كتب أخرى ما تقراهمش؟ أنا نطالع المجلات خاصة المجلات الثقافية وكتب التاريخية بصفة عامة، وتجدني دائما في المكتبة هنا تاع المجلس نشوف ونطالع الكتب التاريخية. آخر كتاب أنت قريته شنو؟ المستطرف في كل فن مستظرف. هذا كتاب يعني يتكلم على فنون كثيرة يعني في الحكم وفنون كبيرة يعني في الثقافة، يعني هو كتاب مشوق، كل ما تريد في هذا الكتاب هو موجود. كل الكاتب ديال الكتاب الإشبيهي. الإشبيهي آخر كتاب؟ آخر كتاب قريته هو شوف أنا والله ما نذكر آخر يعني كتاب قريته. أنا نهتم بأن أنا أستاذ الرياضيات، ما تقدر تقول الجانب اللي متغلب بزاف هو الجانب تاع الرياضيات. نقرا كتب دينيه هكذا. اخر كتاب قريته لي طاي لو سبور. لي طاي لو سبور انا ندادي لو سبور لي طا دي كي الكتاب هذا كيماراش. قبل ما ندخل البرلمان. قبل ما ندخل البرلمان. دخلت البرلمان سي دخلت تاع الماليه غير مع الماليه مشروع الماليه. بصح حنا انا رياضي سمعت وتسمى دراسه العليا تاع في الرياضه ما تخصصش في ميزانيه الرياضه. آخر كتاب والله ما نتذكر. آخر كتاب قريت يعني شنو هو؟ شفت كيفاش وي آخر كتاب شو عندي ما قريتش كتاب مازال سنة. آخر كتاب جو بيان دابا غير ليفغ ديتو منا تاع يخص المرأة ديتو منا مازال ما كملتوش راني معاه.